لتسجيل طلب جديد في حساب المواطن، اتبع الخطوات التالية: قم بالدخول على نافذة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية، ثم قم بتعبئة رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. ستصلك رسالة عبر الجوال بالرقم السري. قم بتسجيل الدخول بالرقم السري وستتاح لك نافذة لتغيير الرقم السري. قم بتسجيل الرقم السري لحسابك. ستظهر لك صفحة تحتوي على 4 نوافذ. قم بالدخول إلى نافذة تعبئة أو استكمال الطلب. قم بتعبئة البيانات العامة، ثم قم بتعبئة بيانات العنوان الخاصة بك. بعد ذلك قم بتعبئة بيانات التابعين عبر الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا، ثم تعبئة البيانات الخاصة بهم إن وجدوا. وفي مرحلة الإفصاح عن الدخل، قم بإدخال البيانات الخاصة بدخلك ودخل التابعين إن وجدوا. بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الخاصة بالعقارات، ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي الآيبان. في النهاية قم بمراجعة الطلب كاملا وانقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ. طريقة تغيير الرقم السري: يمكن تغيير الرقم السري المسجل في بوابة حساب المواطن من خلال الدخول برقم المرور القديم وتعبئة الرقم السري الجديد، ثم التأكيد بإدخال كلمة المرور الجديدة مرة أخرى، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة على الجوال تفيد بتغيير الرقم السري. يمكن تغيير رقم الجوال المسجل في بوابة حساب المواطن وفق خطوات بسيطة من خلال الضغط على تغيير رقم الجوال وتعبئة رقم الهوية، ثم تعبئة تاريخ الميلاد وتعبئة رقم الجوال الجديد. يتبع ذلك تعبئة تاريخ انتهاء الهوية، وبالتالي يتم استلام رسالة تفيد بتغيير رقم الجوال إلى رقم الجوال الجديد.